وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدأت الاستعدادات في كل القطاعات للسنة الدراسية الجديدة 2019-2020 بقائمة من التحذيرات. التحذيرات دي بتتعلق بالشريحة الأكثر اهتماما من جانب أولياء الأمور، بتتمثل في المدارس الخاصة والدولية. الوزارة شددت على المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والقوانين المنظمة لتحصيل المصروفات الدراسية علشان لا تتعرض أي مدرسة لأي عقوبة قانونية، وطلبت الوزارة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالكامل بإصدار نشرات المصروفات الدراسية قبل بداية العام الدراسي وتسليمها للمدارس الخاصة التابعة لكل إدارة تعليمية لإعلانها لأولياء الأمور قبل بداية السنة الدراسية الجديدة بشهر على الأكثر في المدرسة في مكان بارز حتى يكون كافة أولياء الأمور على علم بنسبة المصروفات الدراسية، ما يبقاش في أي مفاجآت. وحذرت الوزارة المدارس الخاصة والدولية من تحصيل مصروفات قبل بداية شهر سبتمبر القادم على أن يكون موعد استحقاق القسط الأول من مصروفات العام الدراسي الجديد مع بداية العام الدراسي، وعلى المدارس ضرورة أنها تلتزم بكل المحاذير دي وبالتعليمات لعدم تعرض المدارس لأي عقوبة. تشديدات مهمة جدا من الوزارة، وزارة التعليم للمدارس. بتمنى أنه المدارس تاخدها في الاعتبار ان مفيش اي مدرسة تخترق هذه المعايير، ونسمع انه في مدرسة بتاخد مصروفات قبل الميعاد ويعني بتتجاوز عموما في ما يقدم من تعليمات من قبل الوزارة. وهنتابع طبعا مع حضراتكم اللي بيحصل اكيد مع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد اولا باول.